لبشرة مشرقة وأكثر بياضاً، استخدمي عزيزتي المرأة هذا المنتج. لا وقت للحب، عزيزي الرجل، استخدم هذا العطر وستتوافد الفتيات من حولك. عادت زوجتك للبيت وبدأت بإزعاجك بالمهام؟ لا عليك، فمع هذا العصير تستطيع أن تسكتها تماماً وتعيد الهدوء للمكان. في حياتنا تستمر المواجهات اليومية ضد التمييز والعنصرية والتقليل من شأن بعض الفئات، وهي أمور تضعف الروابط المجتمعية وتفككها. وبدلاً من محاولة إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل، تخرج علينا شركات تجارية بإعلانات بين كل فترة وفترة، أقل ما يقال عنها أنها وقحة ومسيئة، سواء كانت لدين أو للون أو لجنس معين، من شركات عالمية لمحلية. لو أمعنا النظر بأفكار الإعلانات التي تعرض، سترى أن العديد منها يتحيز لفئة معينة، فمن منا لم يرى إعلاناً تلفزيونياً عن منتجات البشرة؟ حيث دائماً ما يحاول المعلنون أن يشبهوا اللون الأسمر أو الأسود بالأوساخ والقذارة، وينتهي الإعلان باستخدام منتج لتتحول البشرة السمراء إلى بيضاء نقية وجميلة. ومن منا لم يرى إعلانات لمعجون أسنان أو عطر بحال استخدامه تتوافد الفتيات حول الرجل في تسخيف وتسطيح مخيف لعقلية المرأة. إعلانات كهذه لا تعكس الصورة الحقيقية لحياتنا، فليس هنالك مقياس موحد للجمال، وليست علاقاتنا الاجتماعية متوقفة على استخدام معجون أسنان أو شفرة حلاقة. والمرأة أغلى من أن تصور كمخلوق شهواني أو سطحي أو مزعج. لنكن واعين أكثر لهذه الرسائل ولنحاربها بشتى الوسائل، فهي تصنع منا مجتمعاً أبله وعديم المسؤولية.